يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى شركا، وبين التوسل بجاه المخلوقين فيسمى بدعة؟ وما وجه كون التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم؟ ما أحد قال إن التوسل بجاه النبي شرك، إنما قالوا بدعة، قالوا إنه بدعة. السؤال بالجاه سواء جاه الرسول أو جاه غيره هذا بدعة، لأنه لم يرد عليه به دليل. نعم.